السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده معانا فنجان برج الجدي لشهر نوفمبر، شهر الخير، شهر الرزق، شهر التفاؤل، شهر الفرحه لحياتك والسعاده وكل ما هو جميل تلاقيه لايامك اللي جايه باذن الله. يا برج الجدي، تصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، كتر في الاستغفار وفي الدعاء عشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين. خلي دايما عندك يقين بالله انه هيغير حياتك الايام اللي جاية. يا برج الجدي، بص فنجانك ما شاء الله على جماله، ده بيدل على لون الفرحة، لون السعادة. اول حاجة يا برج الجدي، انت عندك هنا حالة رعب، في حاجات كتيرة جدا خايف منها، او انت حاسس ان انت مش مرتاح، حاسس ان انت كاره حياتك، كاره البيت، كاره اي حاجة تخص حياتك. تاني حاجة برج الجدي، انت عندك الفترة اللي جاية اخبار جديدة، عندك انطلاقة جديدة، هتطلع من اللي انت فيه ده بطاقة ايجابية. ايوه، بطاقة ايجابية، بس عايزك تاخد بالك من واحدة ست حواليك، واحدة ست حواليك. الست دي دايما بالها مشغول بيك، دايما عايزة تعرف بتعمل ايه وبتاكل ايه وبتشرب ايه، عشان بتحب تتكلم على الاخرين. انت عارفها ان هي ست مش كويسة، ست خبيثة. كان عندك علاقات مع بعض الابراج ونهيتها بسبب ان انت دايما حظك قليل، بس دايما برج الجدي بيعزز نفسه بنفسه وبيكون عنده انطلاقات جديدة، او هو بيدخل نفسه في انطلاقات جديدة. دايما متألق، دايما عنده اخبار حلوة، وبالفعل هيكون عنده اخبار حلوة الايام اللي جاية، وهيدخل في طاقة ايجابية، هتدخل في تغيير، هتدخل في فرحة، هتدخل في حاجات حلوة جدا. كان عندك علاقة مع الشريك وانفصلته، كان عندك علاقة مع الشريك وانفصلته بسبب غدر وخيانة وقع عليك. شايفة كمان ان انت عندك اخوات ازوك يا برج الجدي، اخوات ظلموك، اخوات اتكلموا عليك وعملوا لك مشاكل. عندك روح حد من الماضي الفترة اللي جاية هيرجع لك وهيكلمك وهيعتذر لك، زي ما يكون الحد ده لا اما حبيب صديق، زي ما يكون هيرجع لك وهيبقى هيعتذر لك. شايفة كمان يا برج الجدي انه عندك حد من برج الثور، الحد من برج الثور ده خلي بالك الفترة اللي جاية هيعتذر لك، او هو اصلا اعتذر لك، او هيبعت لك ناس تعتذر لك. برج الجدي هيبعت لك برج الثور هيبعت لك ناس تعتذر لك ويقول لك سامحني. شايفة انه في واحدة ست هي اللي عندك يا برج الجدي بتجدد لك السحر، دي هتعرفها خلال الشهر اللي جاي وهتاخد حذرك منها. كان عندك علاقة مع برج الميزان وكان بيحبك جدا، بس انت بسبب يا برج الجدي الطعنات والغدر اللي انت فيه ما بقتش عارف مين بيحبك ولا مين بيكرهك، بدأت تصفي حساباتك، بدأت تبعد عن كل الناس، بدأت تقول انا مش عايز حد في حياتي ولا عايز اي حد، بس سيبوني في حالي علشان خاطر انا لما اطعنت من المقربين لحياتي. يعني محدش وجع قلبك يا برج الجدي انت غير المقربين، هم المقربين اللي بيطلعوا بره ويتكلموا عليك ودايما جايبين في سيرتك بطريقة مش كويسة. كان عندك علاقة مع برج السرطان او عندك حد من برج السرطان وقع بينكم مشاكل، وارجع واقول لك تاني عندك حد من برج الثور هيعتذر لك، وبرج الميزان كان هو حد بيحبك وانت ما جيتش عليه، انت حسيت ببعض التعب. كان كمان عندك يا برج الجدي شريك من برج الميزان واتظلمته، ايوه كان في شريك بينك وما بين برج الميزان واتظلمته. في واحده عندك ست شعرها طويل، الست دي دايما متألقة، الست دي دايما بتحب اللبس والشياكه، خلي بالك منها واحذر. عندك كمان علاقه مع برج الحمل وانفصلته مع بعض وخلاص تعبته. برج الجدي انت نفسيتك تعبانة اليومين دول، عندك تساقط شعر، عندك ارهاق، تعب، خمول، كسل، تكتيف، وجع في الجسم غير طبيعي،
وكمان بعض مواليد برج الجدي، وانا قلت لكم المره اللي فاتت عندكم عرق النسا، عندكم القولون العصبي اللي دايما متعصبين. انت مشكلتك يا برج الجدي ان انت عصبي، عصبي جدا، وبتاخد كل حاجه بعصبيه، وده بيتعبك انت جدا وعامل لك بعض المشاكل وبعض التوتر والحيره. شايفه كمان عندك حرف الميم يا برج الجدي، حرف الميم ده حد في حياتك اذاك، حد في حياتك اذاك. برج الجدي انت عندك لم شمل، عندك لم شمل مع العيلة، عندك لم شمل مع الحبيب، عندك لم شمل في الشغل، عندك لم شمل مع المقربين لقلبك، الله اعلم، بس انت وعندك لم شمل. احلامك اليومين دول فيها كوابيس يا برج الجدي، احلامك اليومين دول فيها كوابيس بسبب الظلم اللي وقع عليك من المقربين. بدأت تاكل في نفسك، بدأت تزعل، بدأت زعلت، بتزعل على نفسك قوي. حاسس انه في امور كتيرة جدا مش واضحة في حياتك، حاسس ان انت عايش بتتفرج على الاخرين ومش عارف تعمل ايه. عندك شخص توفى، عندك الشخص ده اذاك، مش اذاك يعني وقت ان هو توفى انت زعلت عليه فانت اتأذيت. في واحدة ست كمان عندك في السن، الست دي مش الست دي كبيرة في السن، او هي بتبين ان هي مش كبيرة، بس الست دي مش كويسة، خلي بالك منها يا برج الجدي، عشان الست دي حسودة وغيارة. كان عندك حد من برج الجوزاء وظلمك يا برج الجدي، كان عندك حد من برج الجوزاء وظلمك. شايفة بالنسبة للناس العزاب عايزاكم تبشروا وتفرحوا، علشان انا شايفة لكم اخبار حلوة. عندك بوشاير كتيرة جدا الايام اللي جاية يا برج الجدي، عايزة ابشرك واقولك ان انت عندك خير وعندك رزق للفترة اللي جاية. كمان عايزة اقولك يا برج الجدي ان القارين مش سايبك في حالك، قارينك مش سايبك في حالك. عايزه اقول لك على كام نصيحه يا برج الجدي، مش عايزاك تقف قدام المرايه كتير، مش عايزاك تبين جمالك قدام المرايه، علشان قرينك مش سايبك في حالك. ايوه هو قرينك اللي عامل لك مشاكل، قرينك اللي بيخليك تحلم باحلام مزعجه، قرينك اللي مخليك ملكش نفس باي حاجه ودايما متوتر ودايما مصدع. ده القرين بسبب ان هو بيسحب كل الطاقه اللي وانت نايم، علشان كده بتيجي تنام ما بتعرفش تنام ابدا. دايما بتلاقي كده اوجاع في جسمك، يعني دايما بتلاقي اوجاع في جسمك، دايما بتلاقي حاجات كتيرة جدا عاملة لك عراقيل. انا مش عايزاك تقلق يا برج الجدي، علشان انا شايفة لك اخبار حلوة. ايوة شايفة لك اخبار حلوة، شايفة لك انطلاقات حلوة، شايفة لك رجوع، شايفة لك فرحة. انت دايما من الابراج اللي هي صعبة جدا في التعامل، بس قلبهم طيب جدا، يعني اللي يعرفكم هيعرف قد ايه طيبة قلبكم. الايام دي يا برج الجدي انت عايش في حيرة كبيرة، وبتحاول بقدر المستطاع تتغلب على الامور اللي هي تخصك وتخص عيلتك. بدأت تختار كذا مجال تشتغل فيه، حاليا بتكشف اوراق او بتدور في حاجات صعب ان انت كنت تعرفها بسبب الصدمات، بس برضو انت بدأت تسكت، يعني رغم انه في صدمات بس بتسكت، بتسكت وبدأت تقول خلاص يعني انا هعمل ايه. الظلم، احنا في الظلم، احنا في المشاكل، يعني برج الجدي رغم ان هو ما بيسكتش، بس اليومين دول ساكت، ساكت علشان تعب، ساكت علشان اتظلم، لدرجة ان انت مطعون يا برج الجدي، متاخد منك حقك. في اللي منهم اللي دخل حياتك سرقك، وفي منهم اللي مش راضي يديك حقك، مش راضيين يدوك حقك ابدا. شايفة كمان ان انت عندك غضب رهيب يا برج الجدي اليومين دول، حاسس ان انت متضايق ومخنوق ومش طايق نفسك، بس يعني انت من الابراج اللي هي روحانية جدا، الحاجة اللي بتشوفها بتحصل على طول، والحاجة اللي بتحسها برضو بتحصل، روحانياتك عالية جدا 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 يا برج الجدي. عايز اقولك على حاجة كده يا برج الجدي، ان انت تاخد بالك من نفسك كويس جدا،
علشان في ناس كتيرة جدا حواليك منتظراك تقع، منتظرة سقوطك، منتظرة ان هي توقعك بكل الطرق، وعلشان كده بتحلم احلام كوابيس، بتحلم بتعابين وبكلاب، بتحلم بحاجات كتيرة جدا رهيبة. فخد حذرك وخلي بالك وما تأمنش لأي حد يدخل بيتك. ايوه ما تأمنش لأي حد بيتك، بلاش تكون طيب زيادة عن اللزوم. نشوف فنجانك بيدل على الخير ان شاء الله بإذن الله وعلى الامور الحلوه. شايفه يا برج الجدي اول حاجه كده، مش هقولك اتخلى من عن اللي ليك، بس اعمل حدود بينك وما بين الاشخاص المقربين لقلبك. انت اليومين دول بتبعد عن اي حد، وبدات تدخل في عزله من الضغط اللي انت فيه. الابتعاد عن الاخرين راحه، الابتعاد عن اي حد في حياتك راحة. ليه؟ علشان الظلم ما جالكش غير من المقربين. ايوه الظلم ما وقعش عليه غير من المقربين، من اللي حبيتهم وديتهم وعلتهم عليه على نفسك. ايوه زي ما بقولك كده بالظبط، اللي انت اديتهم وعلتهم على نفسك هم اللي طعنوك. دايما بتقول يا رب يا رب اكرمني، يا رب وسع رزقي، يا رب اصلح الحال، بتدعي ربنا كتير جدا. وعايز اقولك ان الفترة اللي جاية دي هتثبت وجودك بنفسك وخلاص، رغم التوتر العصبي اللي انت بتعيش فيه اليومين دول، رغم المشاكل، رغم كل اللي انت بتمر بيه، بس ما تقلقش، شايفالك خير وشايفالك رزق. انت مستلف من حد فلوس يا برج الجدي ونفسك تسدها، او نفسك او عليك ديون نفسك تسدها، او في حاجات في فلوس عندك جايالك في الطريق هتسد بيها ديون. عايز اقولك يا برج الجدي وتاخد بالك من اللي انا هقولولك ده كويس جدا، في سر هينكشف قدامك الايام اللي جاية. السر ده هيكون من ناحية حياتك بالكامل. مجرد ما هتكتشف السر ده هتحط نقط على الحروف بطريقة رهيبة. انت اليومين دول ده بس تعبان ماديا، تعبان ماديا، حاسس ان مفيش اكتمال في اي حاجة، حاسس ان في حاجات كتيرة جدا واقفة عندك، بعض الصراع، بعض المشاكل، بعض التوتر، بس ده كله انت هتتعامل معاه وهتدخل فيه طاقات ايجابية باذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. انت يا برج الجدي هنا منتظر لاما تسمع خبر حلو، لاما منتظر موافقة على موضوع، لاما منتظر حاجة تخص اهلك واقربك، الله اعلم. بس انت في حاجة منتظرها، ايه هي؟ انت اللي تعلم بيها. شايفة كمان ان انت هنا ناوي على شراء حاجة، انت ليك فترة بتحاول تحوش الفلوس بتاعتك علشان تشتري اللي انت عايز تشتريه، لاما تشتري العربية اللي بتحلم بيها، ولا تغير العتبة بتاعتك، تغير العتبة اللي انت فيها. شايفة لك كمان ان انت متكتف اليومين دول بسبب الغدر والخيانة اللي وقع عليك من اهل الشريك او من الشريك من المقربين لقلبك. بس ما تقلقش يا برج الجدي، على قد الهراق والخنقة والضيقة اللي انت فيها، على قد الانفراجات وعلى قد الفرحة. ايوة على قد ما ضاقت على قد ما فرجت. مفيش حاجة يا برج الجدي بتلاقيها دايما فاشلة، في فرحة جيالك وفي خير وفي رزق. بس دايما خلي عندك يقين ان ربنا هيغير حالك، ان ربنا هيكرمك، وان هو دايما هيديك كل الانطلاقات اللي انت عايزها. مش كده وبس يا برج الجدي، انا عايزاك كمان تفرح وتبشر، علشان خاطر اللي انت ليك فترة كبيرة جدا مهتم بيه علشان تشتريه هيحصل الفترة اللي جاية، وهتشتري الحاجة اللي انت عايزها. شوف انت محتاج ايه، لو انت محتاج فترة راحة اديها لنفسك، لو انت محتاج فترة تغيير فدي النفس، اللي انت محتاجه ادي لنفسك، علشان الفترة اللي جاية انت هتكون مشغول جدا، هتشغل نفسك ببعض المشاريع، ببعض المواضيع، هتبقى عندك بعض الانشغالات في حياتك. حاول يا برج الجدي انه ما تدخلش اي طرف ثالث بينك وما بين الشريك. ايوه ما تدخلش اي حد بينك وما بين الشريك،
يعني لو حد عندك بيتدخل في حياتك ما تدخلوش، انت من كتر السحر والحسد اللي عليك حاسس ان انت متكتف، حاسس ان عندك صراع بين القلب بين العقل، حاسس ان في حاجات كتيرة جدا مضايقاك وعامله لك طاقة سلبية، عندك بعض الحزن بعض التوتر بعض الحيرة، ده كله أنا مش هتكلم عليه علشان أنت هتطلع منه بإذن الله الفترة اللي جاية وهتدخل في طاقة إيجابية. أيوة هتدخل في طاقة إيجابية وهتدخل في فرحة بإذن الله. شايفة كمان يا برج الجدي إن الشريك حواليك، يعني الشريك مش بعيد عنك زي ما أنت فاكر، الشريك دايما بيعرف أخبارك أول بأول، دايما بيراقبك من بعيد، دايما بيسأل عليك، مش سايبك في حالك زي ما انت فاكر. يعني لو انت فاكر ان الشريك بعيد عنك تبقى انت ايه غلطان، الشريك دايما بيسأل عليك. انت دايما يا برج الجدي نجمة خفيف، الحاجة مجرد ما بتتكلم عليها ما بتتمش علشان نجمك خفيف. شايفة كمان ان عندك حد في غربة، حد بعيد عنك بس انت بتحبه جدا ونفسك تتجمعوا مع بعض. شايفة كمان ان انت نهيت علاقات كتير جدا بسبب التوتر وبسبب الحيرة. عندك واحدة ست يا برج الجدي دايما كل ما تطلعها من حياتك بتدخلك من اي، كل ما تقفل لها باب بتدخلك من باب تاني، كل ما تبعد عنها بتلاقيها وراك وراك ومش سايباك في حالك. عندك هنا يا برج الجدي بسبب الحسد اللي انت فيه في حد صايبك بالعين بطريقه رهيبه، والعين دي مسيطره على راحتك وعلى حركتك على اي حاجه، ومخلياك على طول بتشعر بالكسل وبقله النوم ودايما متضايق ومخنوق. صاحب العين ده حد من المقربين ليك، حد من المقربين ليك دايما بيحاول يدوروا على نقطه ضعفك، بيشوفوا نقطة ضعفك فين ويستغلوها، يشوفوا انت بتعمل ايه ويتكلموا عليك، مش سايبينك في حالك. عارف ليه؟ عشان هم اصلا ناس خبيثة. ما تعملش لأي حد قيمة، ما تعملش لأي حد قيمة، انت عزز نفسك بنفسك واعمل قيمتك بنفسك، ما تعملش لأي حد في حياتك قيمة، علشان اللي انت بتقول عليهم كويسين ما بيطلعش منهم غير المشاكل والهموم، وعلشان كده دايما بتلاقي مفيش فرحة في حياتك ودايما فرحتك متاخدة منك، ومهما تقولي هقولك برضو فرحتك متاخدة منك علشان انت ما عندكش اكتمال اي حاجة. بسبب ايه؟ بسبب النجمة خفيف وبسبب ان العيون عليك وراك وراك. انت طيب جدا يا برج الجدي وحنين جدا، واللي في ايدك مش ليك وده اكبر غلط، اللي في ايدك مش ليك وده اكبر غلط. بس عايزه اقولك ان خلال الايام اللي جايه دي هتعمل حاجات حلوه جدا، هتلاقي نفسك في تحسن، هتلاقي نفسك في اخبار حلوه، الفرج قريب منك يا برج الجدي، الفرج قريب منك، بس خلي بالك من التعابين اللي هي بتلف حواليك ومش سايباك في حالك. شايفه كمان ان انت هنا حد عامل لك طاقة سلبية، والحد اللي عامل لك طاقة سلبية ده من المقربين لحياتك. اليومين دول انت بتخلص ورق سفر، بتخلص ورق في محكمة، بتخلص ورق في حاجات تخص حياتك، في حاجات تخص امنياتك، في حاجات تخص سعادتك. وبدأت ان انت تغير من حياتك في بعض الامور، مشاعرك بدأت تكتم عليها وبدأت تداري، ما بقتش تدي قلبك ولا تدي اي حاجة تخص حياتك لأي حد. بسبب ايه؟ بسبب المشاكل وبسبب ان انت مش راضي عن حياتك علشان انت تعب. في مساعدة هنا يا برج الجدي شايفاها لحد هيساعدك، حد هيتكلم معاك في حاجة معينة. دايما يا برج الجدي انت واقف مع كل الناس بس ما بتلاقيش حد واقف جنبك. ايوه عايز اقولك ان الايام اللي جايه او من الشهر اللي جاي ده هيبقى عندك خير، هتاخد قرار، القرار ده هيحدد مصير حياتك، وهتخلي بالك انه في شخص بيخدعك في العمل في شغلك ودايما بيتدخل في حياتك بطريقه مش رسميه، يعني بيتدخل في حياتك على طريقة كده مش كويسة،
وخلي بالك كمان في شخصين خاينين في حياتك، خد بالك منهم وابعد عنهم، ودايما ايه ما تصدقش اي حد يقولك اي حاجة، حاول ان انت توزن الامور بطريقة حلوة. في كمان حد بيعرفك على هيئة مصلحته، يعني هو عارفك اصلا على هيئة مصلحته. كفاية اكتئاب، بلاش تدخل نفسك في اكتئاب زيادة عن اللزوم. شايفة كمان انه في حد انت هنا ظلمته، ملهوش ذنب في اي حاجة، ملهوش ظلم في اي حاجة، بس يعني انت ظلمته، فخلي بالك. ولو انت ظالم حد يا برج الجدي حاول تصالحه. شايفة كمان ان انت هنا عندك حزن بسبب حرف الحاء، الحاء ده ظلمك او عندك اشخاص ظلموك، اكلوا حقك وعملوا لك مشاكل. بس عايز اقول لك على حاجة كمان، ان اللي ظلمك ربنا هياخد لك حقك قدام عينك، هياخد لك حقك وهتلاقي حياتك اتغيرت بإذن الله. بلاش تيجي على نفسك علشان حد او علشان تسعد حد، وبلاش تفضل تحل مشاكل الناس وتقعد لهم في قعدات وتحل لهم المشاكل وتعمل حاجات كتيرة جدا انت مستغني عنها. انت خليك مع نفسك، هتلاقي نفسك امورك اتحسن وهتلاقي نفسك امورك اتظبطت. العين صايباك صايباك، عندك قوة حلوة جدا الايام اللي جاية، بس مش عايزاك يا برج الجدي تفضل من الابراج الحساسة جدا، مش عايزاك تاخد كل حاجة على اعصابك، ومش عايزاك دايما تفكر في المستقبل، ومش عايزاك تخاف من بكرة ولا تكون قلقان، علشان انا شايفة لك امور حلوة جدا هتديك طاقة ايجابية وهتحسن من حياتك. ارجع اقولك تاني، العين صايباك صايباك، العين مقررة لك تاني يا برج الجدي في حياتك، وده بيدل ان العين يعني عيون كتيرة جدا عليك، يعني مش عين واحدة، لا ده كذا عين، وده بيدل ان اقرب مليك هما اللي بياكلوا فيك. ايوة اقرب مليك هما اللي بياكلوا فيك، يعني المقربين لحياتك. دايما بتدور على راحة البال، دايما بتدور على ان انت تكون عايش مرتاح، ما بتحبش الكذب ولا بتحب النفاق ولا بتحب الخداع، دايما بتتعامل مع الناس ببراءة، بتتعامل معاهم بحسن نية، بس ما بتلاقيش ابدا حد يعاملك بحسن نية، بتلاقي بالعكس كلهم بيعلقولك على الكلمة وبيعلقولك على الوحدة. شايفة لك هنا خير جايلك الايام اللي جاية، وانت هتكون منتظره علشان خاطر انت اتظلم. هيكون عندك استقرار يا برج الجدي حلو جدا، بس بلاش تزعل على نفسك زيادة عن اللزوم، علشان الايام اللي جاية هيكون عندك فرحة حلوة جدا. فالزعل انت مش هتاخد اي حاجة منه، الزعل مش هتاخد اي حاجة منه، انت اللي فيك مكفيك. ايوة اللي فيك مكفيك، فانت محتاج ايه تاني؟ ما تجيش على نفسك عشان خاطر حد. السعادة ما بين ايديك، في فرحة جاية لك الايام اللي جاية، والفرحة دي هتدخل لك في شهر 11، هتنور لك شهر 11 كله. ايوة هتنور لك شهر 11 كله. شايفة كمان ان برج الجدي ضاغط نفسه بنفسه، ودايما بيحمل نفسه اساء الاخرين اللي هو ملهوش ذنب فيه، يعني بلاش تحمل نفسك حاجات انت ملكش ذنب فيها، مش كل حاجة تجيبها على نفسك وعلشان ترضي الاخرين تيجي على نفسك. لا يا برج الجدي، انت حمال اسية، حمال حاجات في فوقات صعبة، فانا مش عايزك تضغط على نفسك عشان انت داخل على فرحة وداخل على سعادة، فالضغط النفسي ده مش هيجيب لك غير اكتئاب ومش هيجيب لك غير زعل، وانا مش عايزك تزعل يا برج الجدي، عايزك بس تهدي اعصابك وتدخل في الانفراجة اللي انت عايزها واللي انت مستنيها. شايفة كمان يا برج الجدي ان انت بدأت تقرب من ربنا، وبدأت تشتكي همك لربنا، ما بقيتش تشتكي همك لعبد ابدا، بقيت تقول خلاص انا هشتكي همي لربنا، انا اصلا مليش غير ربنا. حاس ان انت لوحدك في كوكب مفيهوش حد، يعني انت حاس ان انت لوحدك. شايفة لك كمان يا برج الجدي هنا مراقبة، في حد بيراقبك بطريقة رهيبة على السوشيال ميديا، على الفيسبوك، على المواقع، بيراقبك بكل الطرق. عندك حد تعبان بإذن الله، الحد تعبان ده ربنا هيشفيه الفترة اللي جاية. اوعى يا برج الجدي تشمت حد فيك ولا تمسك غلطة عليك لحد،
مستنيين سقوطك بكل الطرق. شهر 11 هتكتشف حاجات كتيرة جدا، هتكتشف امور، حاجات ما كنتش متخيلها ان هي تحصل من الاشخاص دي. وفي نفس الوقت هيكون عندك اخبار حلوة وعندك انطلاقة جديدة، وهتحصل على الحاجة اللي انت عايزها بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. بس دايما خلي عندك يقين ان ربنا هيغير حالك وهيكرمك من رزقه، علشان انت يا برج الجدي تستاهل كل خير. ما تتحاسبنش في حد، علشان ربنا هياخد لك حقك وهتلاقي الامور اتقلبت. اتمنى لك الخير والسعاده والهنا والرزق والتفاؤل، كل ما هو جميل يخص حياتك الفتره اللي جايه. انتظر توقعاتك كمان لشهر 11، هتنزل توقعات جديده عشان انت تستاهل كل خير يا برج الجدي.